عندي 4 طماطيشات محكوكين معاهم معلقة كبيرة ديال كونسونتري دو طوماط باش نصايب لاصوص ديال البيتزا. عندي 2 معالق كبار ديال زيت العود ندير فيهم لاصوص، نخلط مطيشات الحك ومطيشات القطرية، نزيد عليها التومة اللي معصورة 3 الدراس، نزيد عليها شوية الملحة، ندير لها شوية الملحة. عندي الزعتر غندير قياس معلقة صغيرة، نقلى مزيان صافي وهي واجدة لاصوص. عندي العجينة ديال البيتزا فيها 2 كيسان وربع ديال ليكاب ديال الدقيق، فيها معلقة صغيرة ديال الخميرة، معلقة صغيرة ديال الزعتر، ومعلقة صغيرة ديال الملح، وجوج معالق كبار ديال زيت العود، كاب وربع ديال الماء. وكتكون العجينة مرخوفة شوية بلا بدليك، غير كنجمعوها ونخلوها تخمر صافي. عندي الجبن هنا ديال الماعز، وعندي اسمه عندي كروير محكوك وشوية الزيتون للتزيين. غندير شوية ديال رشيشة ديال الزعتر غير شوية حتى يرى الداخل صافي. دابا هي واجدة، غنخشيها في الفران على حرارة ديال 450 فرنايت لأنها تتبغي العافية حارة. اليوم راه طيح عندنا التلج، الدنيا راه كلها بيضة.